فاشن نيوز أرابيا كان على موعد حصري مع مسيو إلي سعب داخل الأتوليه الخاص فيه بباريس، وعرفنا منه تفاصيل تشكيلته الأخيرة يلي أضاف عليها قطع رجلية للمرة الأولى، والكثير طبعاً من الخبريات الثانية. A romantic and fresh inspiration كان وراء تشكيلة إلي سعب The Beginning of Twilight يلي قدمها ضمن فعاليات Paris Fashion Week لموسم خريف وشتاء 2022-2023. هو من اللحظة يلي بين الغروب بين الليل والنهار، يعني هيدا الضوء يلي تحس فيه الدنيا عم بتلمع، الضوء دافي بطريقة كتير حلوة، لأنه وين كأنه سفاري سونسيت، أنه رغم رقية الفساتين بتحس أنه في سوفاجيتي بمطرح معين. استعملنا ألوان كمان غير الرملة، استعملنا أحمر أسود، فوليومات شوي جديد علينا كمان هالمرة. التجدد هو عنوان مسيو إلي، لهيك قدم مفاجأة جديدة من خلال التشكيلة. الجديد بهالكولكشن الحقيقة نحنا قلنا مدة عم نعمل كتير أشياء رجالة، أنه عم نعمل أشياء مثل أنه بدلات مميزة ليوم مميز لطلة سبكتاكولر، يعني هالمرة حبيت أنه تكون بالكولكشن كمان. وبالرغم من كل هالتجدد إلا أنه مسيو سعب بيرفض التمرد على هز دي ان اي. ما بحب الاستفزاز، أنه وبحترم هويته، لأن نحن بعالم الموضة ما فينا كل يوم نقدم مرة جديدة ما نغير المرة اللي عم نشتغل عليها، يما لأن هيدي هي أساس، يعني كيف بدي أقول لك، يعني هو الأساس تبع الديزاينر، هيدا ما في كل يوم يغيره، يعني ما في مثلا مرة حبت الستيل تبعك اليوم بكرة تجي بدها شيء بيشبه يلي أخذته قبل تلاقيك أنت رحت على غير مرة كليا. ولا نهار لازم تنسى أنه أنت عم تقدم شيء للمرة اللي بتحترمها، يعني أنه أي قطعة بدك تحطها على البوديوم أول سؤال بتسأله إذا مرتي لبسها هالفستان أنا بكون مبسوط أم لا. بيعيش إلي حالة كبيرة من النشاط على كل الأصعدة، فما هي مشاريعه القادمة؟ الحقيقة مشاريع كتير ومحلات جديدة كتير عم تفتح. هلأ كان آخر افتتاح محل أبو ظبي، يعني شو بدي أقول لك، يعني إذا بتشوف قدامنا شو في أشياء حتصير، أنه كتير أشياء، بس مركزين كتير على افتتاح محلات حول العالم كله، مركزين كتير على البرتا بورتي، على الديوار تبعنا أكيد، على الأكسسوار كمان. يعني بقول لك أنه الشركة عم تغلي، يعني أنه الحمد لله، يعني بحس بأوج انتشاره بالعالم. مسيو إلي شعلة نشاط لا تنطفئ ابدا، فحتى وقت اللوك داون ما وقف شغل، وهو ما بحب الاجازات عكس كل العالم. بس ما في قلن للعالم انه انا هلا اخذت وقت لحالي العبوا مع الناس اللي عندي، ما بعرف، انا شخصيا باخذ كل لحظه بكثير مسؤوليه.